بينما تصدر مقتدى الصدر وتحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات الأخيرة، يلوح من الجانب الآخر من البلد أزمة سياسية يعتزم فيها تحالف الفتح إدخال البلاد في نفق تصعيد جديد. تقول المصادر أن النتائج المعلنة مكتملة وبإمكان القوى المعترضة الطعن فيها خلال 3 أيام من إعلان النتائج، ما يعني أن النتائج ستكون نافذة للتصديق من قبل السلطة القضائية العليا في البلاد يوم الأربعاء المقبل. بلغ عدد القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات 6 كتل، أبرزها دولة القانون وتحالف الفتح والعقد الوطني والنهج الوطني وتحالف النصر وتيار الحكمة، وهي ذات القوى المنضوية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية التي أعلنت رفضها الكامل لنتائج الانتخابات، وحتى أيضا اعتبرتها مطعونا بصحتها. لكن هذه التحالفات تضم بطبيعة الحال كتلا وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة نافذة في البلاد، أبرزها صادقون الجناح السياسي لعصائب أهل الحق وأيضا حقوق التابعة لكتائب حزب الله. لكن من أبرز ما طرح في بغداد خلال الساعات الماضية هي الخطوة المقبلة لما بعد رفض القوى للإطار التنسيقي لنتائج الانتخابات وحتى الخيارات المتاحة أمامها حاليا في هذا الشأن. في المقابل تفصح أيضا مصادر سياسية لوان نيوز أن تلك القوى لا تملك أي خيار ما بعد مرحلة للرفض أو مرحلة الرفض، ستبقى أيضا ضمن دائرة التصريحات الإعلامية أو حتى تنظم وقفات احتجاج مؤقتة. إذن من غير الممكن إعادة الانتخابات أو حتى الذهاب تلك القوى لخيار المعارضة السياسية في الحكومة المقبلة، خاصة وأنه لا يوجد طرف بمن فيهم الإيرانيون مستعد لدعم خيارات فوضى في العراق، بمعنى أن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات اعتمدت سياسة حافة الهاوية. هذا ما يجعل خيار التوتر وحتى التصعيد مستبعدا جدا.